بدء موعد انطلاق مهرجان الملك عبد العزيز للإبلي 2024 شرطة صوفية 1445. يعتبر مهرجان الملك عبد العزيز للإبلي من أهم روائع فصل الشتاء في بداية ديسمبر، حيث تبدأ فعاليات المهرجان المعتاد مهرجان الملك عبد العزيز للإبلي، والذي يتم الاحتفال به في كل أرجاء المملكة السعودية، ويستعد له كل المواطنين في المملكة مع احتفالية رائعة جاءت تحت التجهيزات الحديثة لرؤية الاحتفال الفريدة والتي تعزز الارتباط بموروثات الشعب السعودي، بجانب نقل صورة الفخر التي يقومون بالشعور بها في كل أنحاء العالم، والاعتداد بتوارث الإبل باعتبارها ثروة مقدسة تدل الأصالة في العالم الإسلامي. انطلاق مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. حيث يهتم أغلب المواطنين بمواعيد بدء الدخول للمشاركة بالمهرجان الذي بدأت فعالياته في الأسبوع الماضي يوم الأربعاء الموافق 29 من نوفمبر 2023، وبخصوص لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقات الحماسية للإبل كانت أولى أحداثها في يوم الجمعة الماضية، والتي من المقرر أن المهرجان الاحتفالي سوف يستمر إلي النصف الأول من شهر يناير للعام الجديد 2024. وفيما يخص نقطة الانطلاق التي تتبع المهرجان، فسوف تكون بالمنطقة الشمالية الصياهد الواقعة بالعاصمة الرياض، في وسط أجواء صحراوية وطبيعة ساحرة بصحاري الدهناء. المشاركة في مهرجان الإبلي. وأهم الخطوات التي تستطيع عن طريقها المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، حيث أوضحت الهيئة التنظيمية المسؤولة عن الحدث الاحتفالي بمجموعة من الخطوات والتي تستطيع من خلالها الاشتراك في المهرجان السنوي، وهي: أولا، نقوم بفتح الموقع الخاص بمهرجان الملك عبد العزيز وتسجيل الدخول. سوف يظهر نموذج يتطلب منك عدة بيانات معينة يجب التأكد من ملئها وصحتها، وتتضمن الاسم والسن والجنس وطرق التواصل. تقديم الأوراق المطلوبة بالإضافة لاستمارة التقديم. دفع رسوم دخول المهرجان لإتمام عملية التسجيل. بعد استكمال عملية الطلب والانتهاء منه، سوف تصلك رسالة تأكيدية من خلال الهاتف للتأكيد على تسجيلك بالمهرجان، ويجب عليك الاحتفاظ بصورة الاستمارة الخاصة بطلب والتي قمت بتقديمها عند الدخول للمهرجان. الجوائز المعدة للاحتفال بالمهرجان المتوارث. حيث تزايدت قيمة الجوائز المالية المقدمة في المهرجان، وذلك مقارنة بها في العام الماضي، والذي يبلغ مقدرها حوالي 118 مليون ريال سعودي، وذلك بهدف تشجيع المتسابقين وتحفيزهم من أجل الفوز في السباقات المختلفة بداخل فعاليات المهرجان.